بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. اليوم وبناء على طلب الأصدقاء هنقوم بتقديم سلسلة من شروحات المونتاج. هنبدأ أول حلقتنا مع حضراتكم على أهم البرامج التي تستخدم في المونتاج، سواء كانت هذه البرامج مجانية أو مدفوعة. هنستعرض عدد كبير جدا من هذه البرامج المتنوعة لأول مرة، بعضها بيعمل من خلال بيئة الويندوز والبعض الآخر من خلال بيئة الأندرويد والبعض يدعم اللينوكس أو الماك. تعالوا بينا نستعرض هذه البرامج. النهاردة بنقدم بس فكرة عامة، وإن شاء الله هيتم التركيز على بعض البرامج المتميزة بالتأثيرات الخاصة بها للاستفادة منها في المونتاج. تعالوا نبدأ مع حضراتكم. أفضل برامج المونتاج سواء المجانية أو المدفوعة برنامج أوبن شوت، واحد من البرامج المتميزة، والبلندر والفي اس دي سي والشورت كات والآي موفي واللايت وارك والفيديو باد والجو بروفيشنال كويك ستيريو والأدوب بريمير راش ناين والفيلمورا بإصداراته المختلفة والماجستو والدافنشي والأفيدكس والهيد فيلم والإنفيديو والمشيت فيديو اوديتور والبرومو والهوريزن والاستوديو الفيديو ستوديو والابل كليبس والكيدنف والكليب تشام والكاب وينج والمايكروسوفت فوتو والفري موفي ميكر والفلومورا جو والموفي ميكر والسبلايس باي جو برو والكاين ماستر وسينيرا واللومونز 5. في الحقيقة عدد كبير جدا من البرامج المتميزة اللي هنبدأ ندي استعراض لحضراتكم من خلالها. تعالوا بينا نبدأ أول برنامج، وهو برنامج الأوبن شوت. برنامج الأوبن شوت برنامج فري وير مفتوح المصدر، برنامج متوافق مع اللينوكس والويندوز والماك، وأنا قمت بشرح هذا البرنامج من خلال قناتنا وقناتكم التعليمية في سلسلة متميزة لهذا البرنامج، برنامج أوبن شوت. برنامج أوبن شوت واحد من الأفضل حلول التعامل مع المونتاج بالنسبة للفيديو، زي ما قلنا أنه مفتوح المصدر، محرر قوي جدا، يحتوي على العديد من المزايا، واجهة سهلة وطبقات غير محدودة، إلا أنه يعاب عليه أنه أحيانا بيكون بطيء، وده نسبيا بيعمل بعض المشاكل. برنامج الثاني برنامج البلندر، ان شاء الله هنشرحه لحضراتكم، متوافق مع البيئات لينوكس والويندوز والماك، واحد من افضل برامج المونتاج المتقدمة المتوفرة مع جميع الانظمة، وهو اداة مفتوحة المصدر متاحة للجميع، جيد بما يكفي حتى يستخدمه المحترفون، بيحتاج عيبه انه نسبيا محتاج مجهود لتعلمه. برنامج الـ VSDC ده متوافق أو متوفر مع الويندوز، برنامج مجاني مفتوح المصدر متاح على نظام الويندوز فقط، جيد لحد ما، تقدر تستفاد منه في العديد من أفكار المونتاج، فهو أداة سهلة ولكن يعاب عليه أنه يتعامل مع الويندوز فقط، والإصدار المجاني منه بطيء. البرنامج رقم 4 اللي هو الشوت كات، ده متوافق مع لينوكس والويندوز والماك، الواجهة بتاعته سهلة، مفتوح المصدر، مجاني، بيدعم الفور كي والعديد من المميزات، بيحتاج مجهود في تعلمه. ايضا هناك برنامج الاي موفي، ده متوافق بس مع الماك فقط، وده أداة قوية جدا لتحرير الفيديوهات. عندنا برنامج اللايت ووركس متوافق مع البيئات الثلاثة، لينوكس والويندوز والماك، قوي جدا في عمل المونتاج، يحتوي على العديد من الخصائص في نسخ مجانية ونسخ مدفوعة المصدر. النسخة المجانية تكفي في البداية لعمل أشياء مميزة جدا في المونتاج، بيتيح لك إمكانيات عالية وتعدد في استخدام الكاميرات والقدرة على التصدير بأشكال متنوعة، بيحتاج مجهود وده عيبه. برنامج الفيديو باد ده متوافق مع الويندوز، برضو من ضمن البرامج
المتميزة. عندنا الجو بروك ويك ستيريو، ده متوافق مع الاندرويد والاي او اس. عندنا برنامج الادوبي بريمير راش، ده متوافق مع الاندرويد والاي او اس والماك والويندوز، لكن يعاب عليه انه بيحتاج مجهود كبير جدا لتعلمه وفهمه، بالاضافه انه بيحتاج الى امكانيات قويه بالنسبه للجهاز، ولكن بيوفر لك امكانيات رهيبه في التعامل مع المونتاج. انا افضل، وده اللي هنبدا نشرحه في الايام الجايه، برنامج الفيلمورا، برنامج مميز جدا، اداه برمجيه لتحرير الفيديو قويه ومجانيه ومصممه جيدا، بيديك الامكانيات الاحترافيه تعامل مع المقاطع والاصوات، وتقدر تنشئ منه فيديوهات مثاليه، كمان تقدر تتحكم في كل الاشياء الخاصه به، فهو يحتوي على العديد من المزايا. عيبه انه غير متاح للمستخدمين لينكس، ما فيش مشكله، بيحتاج مجهود شويه في تعلمه، وده هيكون متاح بالنسبه لنا. بعد ذلك تعالوا بينا نستعرض بعض البرامج اللي تتعامل مع بيئه الاندرويد زي الماجستو، برضو كل عليك حضرتك انك تبحث عنه في المتجر بلاي وتقوم بتنزيله على الجهاز، هتقدر تستفاد منه بامكانيات عاليه جدا، تقدر تعمل منه حاجات مميزه. برنامج دافينشي واحد من البرامج الاكثر احترافيه في استخدام وتحرير المونتاج وانشاء الفيديوهات، مصمم للمحترفين غير مناسب للمبتدئين. عندنا اداه قويه من الادوات اللي هي الافيد ماكس، واحده من الادوات القويه، وده عباره عن مشروع مفتوح المصدر تقدر تستفاد منه وتقدر تضيف عليه. عندنا الهيت فيلم اكسبريس، برضو عباره عن محرر فيديو احترافي مميز جدا، ولكن هو غير مجاني وبالتالي بيصعب التعامل مع المبتدئين، بالاضافة الى العديد من الادوات زي الانفيديو، اداة كويسة جدا لو رابطها موجود، والماشي فيديو اديتور لايت برضو اداة مميزة، اداة مجانية تقدر تستخدمها في تحرير الفيديو. كل الفيديوهات دي هتلاقوها ان شاء الله في خانة الوصف او الديسكريبشن. لكن تعالوا بينا، عندنا برضو اداة برومو صانع فيديو التسويق، ديت انها بتكون بس اونلاين من خلال مواقع الموقع الرسمي ليها، تقدر تستخدمها وتقدر تعمل فيها اشياء مميزه جدا. الهيرزون نفس الوضع، ده بيستخدم مع الاندرويد فقط. اما برنامج الفيديو ستوديو انصح بالتعامل معه والبحث عنه وتنزيله، وهتلاقوا الرابط موجود في خانه الوصف. عيبه بس ان فيه العلامه المائية بتكون موجودة، لكن عن طريق شيء من البحث والتعب تقدر توصلوا بعض النسخ المجانية أو النسخ اللي تقدر تفعلوها بالسيريال نمبر أو بالكراك. واللي قامت بإنتاجه الكورل درو للعلامة التجارية المشهورة، سهل الاستخدام ومميز جدا بالنسبة للمبتدئين، ويعاب عليه إنه بيديني 30 يوم. عندنا الأبل كليبس، برضو ده الأندرويد، برنامج سهل ومميز، يا ريت نحاول معاه. والكيدن لايف نفس الوضع، أداة جميلة جدا ومثالية بالنسبة للمحترفين. والكليب تشامب نفس الوضع، أداة تحرير فيديو عبر الإنترنت تحتوي على العديد من المزايا، بالإضافة إلى برنامج الكاب وينج، ده محرر برضو عبر الإنترنت، موقعه هتلاقوه في خانة الوصف إن شاء الله، تقدروا تتعاملوا معاه أونلاين، بس مشكلته بس إنه بيديك إنك تقوم بتحرير 10 دقائق فقط، فانت ممكن انك تحرر 10 دقائق و10 دقائق و10 دقائق لحد ما تجمع الفيديو. انصح بالتعامل مع مايكروسوفت فوتوس، ده محرر الصور والفيديوهات من شركه مايكروسوفت ومجاني. برنامج الفريموفي ميكر، برنامج مميز لتحرير الفيديوهات وصناعه المونتاج في القص والنسخ واللزق والتجميع والحذف، سهل جدا بالنسبه للمبتدئين. برنامج الفيلمورا جودة مع الاندرويد، خاصة بيدعم الايفون والاندرويد، برنامج ميكر الاصدارة الحديثة، برنامج سهل الاستخدام من خلال مجموعة من الصور تركب عليها الصوتيات، تعمل عملية دمج وتحسب زي ما حضرتك عايز، برضو يعني اعتقد ان اقتناؤه هيتحلنا فرصة مميزة جدا. زائد برنامج سبلايس، ده برنامج سبلايس على بيئة الاندرويد، و الكاين ماستر ديت برضه نفس الوضع على بيئه الاندرويد، وسينيليرا برنامج مميز
جدا، اتوجد من سنة 1998 ويديني حاجات كتيرة جدا وأداة مجانية متطورة هتساعدني إن أنا أقدر أطلع شغل احترافي ومتقدم جدا، واجهته بس في شيء من الاحتراف. عندنا الموفي كرييتور، برنامج أكثر من رائع، بيتعامل مع الشرائح، لديه العديد من المميزات، هيساعدني كتير جدا ان انا اقدر اعمل شغل واصدره خاصه بصيغه الام بي 3. برنامج الفاسكت كات باي ماجيكس برضو احد البرامج المميزه والمجاني، واللي بيسمح لي بانشاء فيديوهات احترافيه. وبرنامج الانيميتو ده عباره عن اداه مصممه، ديت عباره عن اداه مصممه عبر الانترنت اونلاين، تقدر من خلال الموقع الخاص بيها تصمم الفيديوهات، ولذلك هيعاب عليها ظهور العلامه المائيه وفترتها القليله. عندي الهيدلاينر، هيدلاينر واحد من الادوات اللي بيستخدمها عدد كبير جدا في التعديل على الفيديو من خلال الانترنت والتصدير في صوره الجي اي اف. الموفلي نفس الوضع، أداة تحرير من خلال الإنترنت، أداة مميزة، وإن شاء الله هنحاول نشرح لحضراتكم بعض هذه المواقع للاستفادة منها. والتايبتو ده عبارة عن أداة تحرير برضو من خلال الإنترنت، أداة مميزة. ثم بعد ذلك الفيديو بات ده برنامج في نسخ مجانية ونسخ مدفوعة، وده محرر كامل متميز يستطيع من خلاله إنك تقدم أو تنشئ مقاطع فيديو بجودة احترافية. واخيرا الباو تون، ده عباره عن موقع، هذا الموقع يتم من خلاله تحرير الفيديوهات وانشاء الفيديوهات بشكل احترافي، وهو منصه اتصالات مرئيه هتمكننا من انشاء مقاطع فيديو احترافيه ومخصصه بالكامل، وبيقدم نسخ مجانيه بالاضافه الى خطط مدفوعه الاجر. اتمنى ان انا اكون في عجاله استعرضت هذه البرامج، ان شاء الله هنختار بعضها لشرحها بإسهاب والاستفادة من المونتاج والخدع، ومنتظر تعليقاتكم وآرائكم. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.